للمزيد من التفاصيل والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ كريم عبد السلام الكاتب الصحفي. أهلا بحضرتك أستاذ كريم. يعني هذه القمة الأفريقية الأوروبية هل تعقد هذه المرة من منظور مختلف في ظل رغبة يعني أوروبا في التواجد بشكل أعمق وأقوى داخل القارة الأفريقية في إطار متغيرات دولية معقدة؟ أهلا وسهلا بكم. طبعا عندما نقول القمة الأفريقية الأوروبية فإننا لابد وأن نتذكر أن هذه الشراكة تأسست في بدايتها عام 2000 في القاهرة. كانت أول قمة أفريقية أوروبية انعقدت في القاهرة واستضافتها مصر تحت شعار الشراكة والتكامل وبين ضفتي المتوسط القارة الأوروبية والقارة الإفريقية. هناك عديد من القمم إلى أقيمت حتى وصلنا إلى هذه القمة السادسة، وكانت مصر حاضرة في جميع هذه القمم باستراتيجية سابقة تقوم على تعزيز الدور الشراكة والتعاون بين الدول الأوروبية والدول الإفريقية، سواء على مستوى التكامل الاقتصادي، نقل التكنولوجيا، المساعدة على توطين التكنولوجيا في البلاد الأفريقية، ودعم النهوض الاقتصادي والاستقرار في الدول الأفريقية، ودعم الدول الأفريقية المستقلة ذات السيادة على أراضيها، ودعم الأمن الأفريقي المتوسطي أو الأمن الأفريقي الأوروبي، لأن أوروبا الجارة اللصيقة بأفريقيا، والأمن هناك كثير من المحددات المشتركة بين القارتين. القمة السادسة بالتأكيد تشهد دور فعال ومتزايد لمصر، سواء على مستوى الملفات التقليدية التي حققت فيها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نجاحا ملحوظا خلال السنوات السبع الماضية، وفي مقدمتها مواجهة ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف، وأيضا النجاح المصري البارز والمهم بالنسبة للقارة الأوروبية على مستوى مواجهة ظاهرة الهجرة الشرعية والهجرة غير الشرعية عفوا، ودعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقاربة هذا الملف من زاوية حقوق الإنسان، ودعوة الدول الأوروبية إلى دعم الدول الأفريقية حتى تنعم بالاستقرار والأمن، وتتوقف مراكب والسفن أو مراكب الهجرة غير الشرعية على التدفق على أوروبا، لأن المفهوم المصري الذي نجح في وقف الهجرات من السواحل المصرية خلال السنوات السبع الماضية يقوم على علاج جذري للمشكلة التي ينتج عنها تدفق المهاجرين الأفارقة على السواحل الأوروبية. أيضا لا ننسى أن هناك ملف الطاقة بشقيها، الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة، ومصر تستضيف هذا العام قمة المناخ التي COP27 التي ترفع شعار التحول نحو الطاقة النظيفة والتحول نحو الطاقة الخضراء ووقف إهدار مصلحة كوكب الأرض بالوقود الأحفوري والوقود التقليدي والانبعاثات الحرارية التي تضر بمستقبل الحياة على كوكب الأرض. هذه الملفات بالإضافة إلى ملف الأمن المشترك كما ذكرنا بين مصر وبين أفريقيا وأوروبا، وعادة ما تعبر مصر عن الأجندة الأفريقية عموما، وفي كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي كلها نرى توجها نحو دعم البلدان الأفريقية ودعم استقرار هذه البلدان ودعم مبادرات مثل نقل وتوطين التكنولوجيا في البلاد الأفريقية والعمل على سرعة اندماجها في الاقتصاد العالمي، وأيضا
العمل على عدم توظيف الحركات الإرهابية توظيفا سياسيا من قبل بعض الدول الكبرى، أو العمل على إمداد الجماعات المتطرفة بالسلاح والمال والملاذات الآمنة، وتوفير اللجوء السياسي لأعضائها. هذه الملفات كلها على طاولة الاجتماعات بالطبع، وكلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي شاهدة على ذلك، وكذلك لقاءاته مع قادة أوروبا والاجتماعات. طيب أستاذ كريم، يعني ذكرت حضرتك أهم الملفات بالفعل التي سوف تطرح خلال هذه القمة، دعنا نناقشها ملف ملف ونبدأ بأولا. هناك يعني أصعدة مختلفة، هناك الصعيد في العلاقات الثنائية بين مصر وبلجيكا، وهناك صعيد آخر يتعلق بالعلاقات المصرية الأوروبية المصرية في إطار القارة الأفريقية بشكل عام. على مستوى العلاقات الثنائية، يعني كان هناك لقاء بالأمس لسيادة الرئيس برؤساء شركات كبرى، يعني من الممكن أن يكون لها مجال للعمل في السوق المصرية تحديدا في مجال الطاقة المتجددة، ومصر مهتمية بهذا الملف بشكل كبير. ما مستقبل يعني الاستثمارات الأجنبية بصفة عامة والبلجيكية بصفة خاصة في مجال الطاقة المتجددة في مصر؟ الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتمة ومنذ سنوات بالتوجه نحو الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة، وهناك استثمارات مصرية كبيرة لإحلال حوالي 40% من الطاقة المنتجة في مصر بحلول 2030 وفق استراتيجية التنمية المستدامة، إحلال الطاقة النظيفة محل الطاقة التقليدية. ورغم أن الدولة المصرية ليست من الدول المتسببة في ظاهرة الانبعاث الحراري، إلا أن الدولة المصرية تسعى بالتأكيد إلى أن تكون إحدى أكبر الدول في المنطقة لإنتاج الطاقة النظيفة والاستثمار فيها. ولقاءات الرئيس مع رؤساء الشركات البلجيكية كانت تتضمن اجتذاب استثمارات في هذا المجال، بالإضافة إلى أيضا ملف آخر مهم، وهو حماية السواحل والشواطئ المصرية من ظاهرة ارتفاع مستوى البحار الناتجة عن الانبعاث الحراري أيضا. فمصر رغم أنها لم تكن أو لم تحسب ضمن الدول شديدة التأثير في الانبعاثات الحرارية، إلا أنها من الدول المعرضة لأضرار بيئية وأضرار على شواطئها خصوصا شواطئ البحر المتوسط نتيجة لارتفاع منسوب البحار. وبالتالي كانت لقاءات الرئيس السيسي مع عدد من كبار الشركات البلجيكية المتخصصة في عمليات التجريف والتكريك ودعم الشواطئ لإضافة خبرة تكنولوجية جديدة إلى الخبرات المصرية في استراتيجية حماية الشواطئ المصرية من ظاهرة ارتفاع مستوى البحار في العالم. هذا على مستوى اللقاءات الثنائية للرئيس. طب أستاذ كريم، أيضا في هذه النقطة تحديدا، يعني مصر تستفيد من الخبرات البلجيكية في مجال الطاقة المتجددة، ولكن أيضا مصر تقدم يعني سوقا واعدة بالنسبة للشركات البلجيكية في ظل المقومات الجغرافية والموقع في مصر الذي يسمح بالاستثمار في مجال الطاقة المتجددة. إلى أي مدى يعني يعتبر الموقع أو هذا الموقف موقف يمثل مكسب بالنسبة للطرفين؟ أولا في هذا الملف تحديدا له مستويان. المستوى الأول كما تفضلت أن مصر بمناخها وموقعها تعتبر من أكثر الدول المرشحة للاستفادة من تكنولوجيا الطاقة النظيفة، ولدينا محطة بنبان العملاقة للطاقة الشمسية التي تعد رابع أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم، وكذلك لدينا عدة محطات مزارع للرياح تنتج طاقة نظيفة ومتجددة.
أيضا على هذا المستوى مصر تعمل على أن تتحول إلى مركز إقليمي للطاقة في منطقة المتوسط، وهي بالفعل تقوم على عدة مجالات للطاقة، منها الطاقة التقليدية سواء الغاز أو البترول، والطاقة غير التقليدية مثل إنتاج الكهرباء من المحطات الشمسية ومحطات الرياح، وكذلك تعمل على ربط مصر كمركز لإنتاج الطاقة في منطقة المتوسط بأوروبا من خلال الربط الكهربائي وربط خطوط الغاز مع قبرص واليونان، وهذا بالفعل قطعنا فيه شوطا مهما، وبالتالي فإن مصر سوف تمثل خلال سنوات قليلة أحد الروافد الأساسية لإمداد أوروبا بالكامل بالطاقة، سواء الطاقة التقليدية أو الطاقة الكهربائية ذات المنشأ النظيف والمتجدد. هذا محور من أهم المحاور للتعاون بين مصر كزعيمة للقارة الأفريقية وبين القارة الأوروبية بكاملها. أستاذ كريم، فيما يتعلق بالملفات المطروحة للنقاش خلال هذه القمة، ونحن نعلم أن هناك موائد مستديرة خلال هذه القمة قائمة على الموضوعات، سوف يتم طرح كل موضوع على حدة بشكل مفصل بين القادة والزعماء قبل طرحها للنقاش في الجلسة الأخيرة. هناك حديث عن الإعلان عن مساعدات بقيمة 150 مليار يورو تقدم للقارة الأفريقية ضمن مشروع البوابة العالمية للاتحاد الأوروبي في أفريقيا. إلى أي مدى يمكن أن تلتزم القارة الأوروبية بتعهدات مالية للقارة الأفريقية؟ هناك بالفعل كما ذكرت مجموعة من الملفات والقضايا على جدول الأعمال الثنائي بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، أو على جدول أعمال القمة السادسة الأفريقية الأوروبية، وفي مقدمتها ملفات مثل تمويل النمو في أفريقيا وتمويل النظم الصحية وإنتاج اللقاحات في أعقاب جائحة كورونا. أستاذ كريم أعتذر عن المقاطعة أستاذ كريم، وتبقى معنا، سوف نعود إليك بعد قليل، ولكن أتوجه إلى بروكسل العاصمة البلجيكية حيث وقر انعقاد القمة، ومن هناك تنضم إلينا مفدة التلفزيون المصري ليلى عمر. ليلى، هل من الممكن أن تضعينا في الإطار تفاصيل انعقاد القمة والاستعدادات قبل الجلسة الافتتاحية القمة اليوم؟ نعم إلهام، أحدثك من داخل مقر رئاسة مجلس الوزراء في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث يجري الآن لقاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسي يرافق وزير الخارجية سامح شكري مع رئيس الوزراء البلجيكي. هذا اللقاء سينتهي بعد قليل، بعدها سيشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح قمة الاتحاد الأوروبي للاتحاد الإفريقي في نسختها السادسة، والتي تنطلق عصر اليوم في حوالي الساعة الثالثة إلى ربع، حيث سيكون هناك عدد من الكلمات الافتتاحية لرئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، أيضا رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فان دير لاين، وهيكون هناك كلمة لرئيس الاتحاد الإفريقي ماكي سال باعتبار السنغال الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، وكلمة لرئيس المفوضية الإفريقية، وأيضا كلمة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باعتبار فرنسا هي رئيسة الاتحاد الأوروبي في الدورة الحالية. هذه القمة إلهام سيشارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا من خلال مائدة مستديرة ستعقب الكلمات الافتتاحية. قمة هدفها الأساسي إيجاد نوع من أنواع الشراكة بين القارتين الأوروبية والإفريقية حتى عام 2030، وتهدف لتحقيق اندماج القارة الإفريقية في الاقتصاد العالمي من خلال حزمة من التمويلات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي
يسعى الاتحاد من خلال هذه القمة لإيجاد آلية تمويلية جديدة تهدف لدفع الشراكة بين القارتين وتمويل المشروعات الإفريقية. هذه القمة من المنتظر أن يخرج عنها 6 مبادرات مختلفة وثلاث حزم تمويلية، كما كانت رئيسة المفوضية الأوروبية قد صرحت من قبل بوجود دعم سيقدم للقارة بيبلغ حوالي 150 مليون دولار. سيقدم هذا الدعم للقارة في إطار المساعي لحمايتها من المخاطر ولدعمها اقتصاديا، خاصة أنها من أكثر تأثرت بالعديد من القضايا، منها قضايا صحية مثل جائحة كورونا وأيضا تغير المناخ الذي يعد من الموضوعات الأساسية المطروحة على المائدة في هذه القمة. ومن النقاط أيضا التي سيركز الرئيس عبد الفتاح السيسي على طرحها باعتبار مصر الدولة المستضيفة لقمة المناخ في دورتها 27 نهاية هذا العام في مدينة شرم الشيخ، كما سيكون هناك تطرق إلى موضوعات الطاقة في إطار الشراكة من أجل هذه الاستراتيجية خلال قمة التغير المناخي 26 في جلاسكو. هناك دعم سيقدم من خلال هذه القمة للقارة الإفريقية في مجالات الطاقة وغيرها، على مدار يومين ستناقش هذه الموضوعات، بالإضافة طبعا للحديث عن التعليم والتدريب المهني وتطوير النمو والحوكمة والسلام والأمن والاستقرار في دول القارة. إذن هي قمة منتظر منها تعزيز الشراكة الهام على جميع الأصعدة ما بين القارتين الأوروبية والإفريقية في إطار علاقات مشتركة على مدار سنوات. ليلى، هل لديك تفاصيل عن لقاءات السيد الرئيس الثنائية بالأمس واليوم وما دار داخل هذه اللقاءات؟ نعم نعم إلهام، كما تحدثت نحن الآن في رئاسة مجلس الوزراء، وبالفعل هناك لقاء يعقد مع رئيس وزراء بلجيكا، وفي الصباح كان هناك لقاء مع رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فاندرلاين انتهى منذ ساعات. كان هناك ترحيب من الجانب الأوروبي بزيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لبلجيكا، وهي الزيارة الأولى من نوعها، حيث أشاد الرئيس بدور الاتحاد الأوروبي في دعم مصر، وأشادت رئيسة المفوضية بدور مصر في مختلف القضايا وبالتعاون المشترك وحرصها على مد جسور التعاون مع دول الاتحاد، وأكدت على دعم مصر في قضايا مثل مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وأيضا ملفات الطاقة الخضراء والطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر. هذه الملفات التي ستكون أيضا مطروحة على القمة. بالنسبة للقاءات الأمس، كان يوم حافل باللقاءات المتنوعة، انتهى بلقاء مع ممثلي عدد من الشركات البلجيكية التي لها استثمار في مصر وتسعى لدعم هذه الاستثمارات بشكل أكبر. هذه الاستثمارات مستمرة منذ سنوات طويلة، حيث شارك الجانب البلجيكي من خلال شركات في عدد كبير من المشروعات التنموية والقومية في مصر. سبق هذا اللقاء لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، الذي أشاد بدور مصر في تحقيق السلم والأمن في القارة الإفريقية، وأشاد أيضا بدورها في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث قدمت مصر نموذجا متميزا فيما يتعلق بهذه القضية. بالإضافة إلى لقاء آخر كان مع الملك فيليب ملك بلجيكا، الذي استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في القصر الملكي، وأشاد بدور مصر في تقريب العالمين العربي والأوروبي. أما صباح الأمس إلهام، كانت هناك لقاءات أيضا اقتصادية تدعم الشراكة بين كل من مصر وبلجيكا على مدار 3 لقاءات مع 3 شركات عالمية. تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ملفات متعددة، كانت شركات في مجالات متنوعة منها التكريك والحفر والطاقة، حماية الشواطئ أيضا كانت من الموضوعات المناقشة، والطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر. هذا إلهام بالنسبة للقاءات الرئيس التي جرت بالأمس. نعم ليلى، يعني كيف تتناول الصحافة يعني هذه القمة، وما هو المنتظر من هذه القمة على مستوى الصحافة؟ كيف يعني يرون يعني مخرجات هذه القمة الأوروبية الأفريقية؟
نعم إلهام، الحديث عما هو منتظر من هذه القمة، خاصة أنها تقام بعد توقف دام عدة سنوات. آخر قمة كانت في عام 2017، وتحدثت عن العديد من الملفات كان أهمها الاهتمام بشباب القارة الإفريقية. الحديث في مختلف الوسائل الإعلامية يتحدث عن أفاق المستقبل والشراكة، هناك التركيز على فكرة أو موضوع التغير المناخي وتأثيراته السلبية، خاصة أن هذا الموضوع طرح من خلال قمة المناخ 26، وهناك قمة منتظرة له، لكن أيضا تلقي هذه القمة الضوء عليه، وهناك اهتمام من الإعلام بهذا الجانب تحديدا، خاصة وأن هذه القضية هي الشغل الشاغل، بالإضافة إلى الملف الصحي المتعلق بجائحة كورونا وتأثيراتها السلبية. هناك انتظار لمبادرات وشراكات مستمرة ومواثيق واتفاقيات تنتج عن هذه القمة. أشكرك جزيل الشكر ليلى عمر، مفدة التلفزيون المصري، على هذه التفاصيل، وبالتأكيد المتابعة معك مستمرة على مدار اليوم. أعود مرة أخرى إلى ضيفي الأستاذ كريم عبد السلام الكاتب الصحفي. يعني أستاذ كريم، ربما تابعت يعني هذه المداخلة من مفدة التلفزيون المصري ليلى عمر التي أشارت إلى عدة نقاط، ربما يعني النقطة التي كنا نتحدث عنها قبلها بقليل عن حزمة المساعدات المتوقعة من الاتحاد الأوروبي إلى القارة الأفريقية، والتي تقدر ب 150 مليار يورو، والحديث عن إيجاد آلية تمويلية ومبادرات مختلفة أخرى للمساعدات للقارة الأفريقية. يعني كيف ترى هذا التوجه الأوروبي الآن، ومدى الجدية والالتزام في هذا التوجه؟ أولا هو توجه حميد من حيث المبدأ، ولكن نتمنى أن تكون الأفعال على قدر التصريحات والأقوال المعلنة. رأينا من قبل أن هناك حزم تمويلية ضخمة موجهة للقارة الإفريقية من الاتحاد الأوروبي أو من غيرها من الكيانات الدولية الكبرى، ولكن في النهاية لا نرى كثيرا من تنفيذ مثل هذه التصريحات، ولنا في ملف إعمار غزة يعني شاهدا قريبا. نعود إلى هذا الملف، إذا صدقت هذه الوعود والتصريحات المعلنة، وهي بالتأكيد ستنعكس على الأمن والاستقرار الأوروبي أيضا، سنجد أن هناك عديد من الملفات المهمة في أفريقيا على جدول أعمال دعم القارة الأوروبية من خلال هذا التوجه التمويلي، وفي مقدمتها معدلات. هناك عجز هيكلي في كثير من البلدان الأفريقية، وهناك نسبة كبيرة من عجز في تمويل معدلات النمو والتنمية في هذه البلدان، خصوصا البلدان تحت حزام الصحراء. وهناك أيضا قدر كبير من نقص الاستثمارات الخارجية، وعدم القدرة على تفعيل الملفات الأساسية الخاصة بالتنمية المستدامة، ومنها التعليم والصحة وإنتاج اللقاحات في أعقاب جائحة كورونا، والزراعة والتنمية المستدامة، والتعليم والثقافة والتدريب المهني والنقل. أيضا على مستوى دعم القطاع الخاص في البلاد الإفريقية، هذا الملف كان على قيد المناقشة وجدول الأعمال، ويحتاج إلى نوع من الشراكات المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي والكيانات في الدول الإفريقية للنهوض بالقطاع الخاص في هذه الدول الذي يعتبر حاليا هو يعني قاطرة التنمية. ولكن قبل كل هذه الملفات وبعدها، هناك العمل المخلص على دعم استقرار الدول الأفريقية، وإسكات البنادق المشتعلة، ووقف الحروب الأهلية القائمة على دعم جماعات التطرف والإرهاب، والإثنيات على حدود كثير من الدول الأفريقية، وهي حدود سائلة لا تخضع لكثير من المراقبة بالمناسبة، ومن ثم دعم ملفات التنمية المستدامة الأساسية بعد تحقيق الاستقرار
السياسي والأمن في البلدان. أستاذ كريم، بالحديث عن الأمن والسلام والاستقرار، هل الاتحاد الأوروبي يعني ككيان مستقل يستطيع لوحده أن يعني يكون له دور في هذا الملف، بعيدا عن الولايات المتحدة وروسيا والصين واليابان ويعني دول أخرى فاعلة في القارة الأفريقية؟ إذا تحدثنا عن الاتحاد الأوروبي بمفرده فإنه يتلاقى في كثير من المصالح مع الولايات المتحدة واليابان وكندا، ويتلاقى في مصالح أخرى مع القارة الإفريقية. بالطبع نحتاج إلى دعم متكامل من الكيانات الدولية الكبرى، سواء الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة وكندا واليابان أو الصين وروسيا للنهوض بالقارة الإفريقية. ولكن لنتحدث في نطاق القمة السادسة الأوروبية الإفريقية والمتعلقة بالتعاون الثنائي بين الاتحاد الأوروبي والقارة الإفريقية، ونقول إن هناك ملفات ذات صلة مشتركة وتحديات تنعكس على أمن واستقرار القارة الأوروبية مثلما تنعكس على أمن واستقرار القارة الإفريقية، وهناك حاجة مشتركة للتعامل مع هذه الملفات بروح منفتحة وتعامل ندي وإخلاص في تطبيق ما يتم الإعلان عنه. وفي مقدمة هذه الملفات ملف تحقيق الاستقرار في الدول الإفريقية وتحقيق التنمية المستدامة ودعم القطاعات الرئيسية مثل التعليم والصحة وفي البلدان الإفريقية وتوطين التكنولوجيا أيضا، لأن هذه الملفات عندما تستثمر القارة الأوروبية فيها فإنها تستثمر في أمنها مباشرة. عندما يتحقق الاستقرار في الدول الأفريقية فإن ظاهرة الهجرة غير الشرعية ستتوارى، وسيفضل المواطن الأفريقي أن يظل في بلده وأن يبني ويعمر وينمي فيها بدل أن يعرض حياته للخطر في هجرة غير مأمونة العواقب، وربما تصل به إلى شواطئ أوروبا أو لا تصل، وعندما يصل يعامل معاملة الهارب من السجون. أستاذ كريم، يعني مصر لها يعني خبرة في هذا المجال ومجهود كبير كل فعلا بالنجاح في أنه يعني لم يعد هناك هجرة غير شرعية من السواحل المصرية. يعني كيف ترى الدور المصري في هذا الملف؟ كيف يمكن أن يكون التعاون مع مصر بحكم خبرتها في هذا الملف؟ مصر حجر الزاوية في منع ظاهرة الهجرة الشرعية لأوروبا، ولها سجل حافل بالنجاحات في هذا المجال، والدول الأوروبية جنوب المتوسط تسعى بالتأكيد لتعزيز علاقاتها في هذا الملف مع الدولة المصرية. ولكن أيضا الدولة المصرية لها في هذا الملف منظور إنساني شامل يقوم على ضرورة دعم المجتمعات الإفريقية كما ذكرنا، وتأهيل المجتمعات الأفريقية حتى تتوقف منابع الهجرة الشرعية غير الشرعية من أصلا، ولا نعود بحاجة إلى منع هذه المراكب البائسة التي يعني يتم الإيقاع بها على الشواطئ الأوروبية. أيضا هناك ملفات تطالب بها الدولة المصرية فيها القمة السادسة الأفريقية الأوروبية، وفي مقدمتها الاستثمار الأوروبي في دعم البنية التحتية الإفريقية ودمج الاقتصادات الإفريقية في الاقتصاد العالمي. هذان ملفان مهمان جدا، وأيضا الملف شديد الأهمية في عالم ما بعد جائحة كورونا هو أن على الاتحاد الأوروبي بثقله السياسي والتجاري والاقتصادي وأن يعترف باللقاحات المنتجة في أفريقيا والمجربة في أفريقيا، وألا يعتبرها لقاحات درجة ثانية. اللقاحات المنتجة في أفريقيا لقاحات ذات مصداقية عالية، ويجب أن يعتمدها الاتحاد الأوروبي حتى تستطيع الدول الأفريقية مواجهة جائحة كورونا بشكل فعال.
وهذا هو من الملفات التي تطالب بها الدولة المصرية في هذه القمة. أيضا الدعم الحقيقي والفعال لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للمناخ واتفاق باريس وميثاق جلاسكو. هذه المطالب المصرية بتفعيل ما تم الاتفاق عليه بهدف الإبقاء على 1.5 درجة مئوية في ظاهرة الاحتباس الحراري يضمن للعالم عبور 10 سنوات من الأمان النسبي في مواجهة هذه الظاهرة. يعني هي كلمة مهمة للسيد الرئيس سوف يلقيها، وبالتأكيد موضوع قمة المناخ COP27 التي سوف تستضيفها مصر يعني في نهاية هذا العام شهر نوفمبر، يعني بالتأكيد سيكون فيها تركيز شديد على المطالب الأفريقية، لأن السيد الرئيس تحدث بصوت أفريقيا فيما يتعلق بالمناخ. على كل أنا أشكرك شكرا جزيلا أستاذ كريم عبد السلام على كل هذه المعلومات والتحليل. الأستاذ كريم عبد السلام الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لك.